للحديث أكثر ينضم معنا عبر الهاتف من الرياض الباحث في شؤون الجماعات الإرهابية حمود الزيادي. أستاذ حمود أهلا بك معنا، بداية تعليقكم على هذا البيان. طبعا هذا البيان يؤكد يعني القدرة الأمنية في ملاحقة هذه العناصر الإرهابية مهما تقفت لفترات يتم محاصرتهم ورصدهم وبالتالي التعامل معهم ميدانيا. أعتقد أيضا هناك تساقط لعديد من العناصر خلال الفترة الماضية عبر هذه العمليات الأمنية المحكمة وأيضا عبر التعاون المجتمع المحلي في محافظة القطيف. أصبحت الدائرة تضيق على هذه العناصر الإرهابية وبدأوا يتساقطوا الواحد تلو الآخر ولم يعد البقية قليلة من ما زالوا هاربين يعني من حتى الآن. وأعتقد أنهم في دائرة ضيقة اليوم وأعتقد أنه الأيام القليلة القادمة يعني ستمكن أجهزة الأمن الوصول إليهم. يعني بدلة عسكرية في سيارة الإرهابي القلاف و بالإضافة كذلك لأربعة أقنعة للوجه، يعني هل يظن هؤلاء أنه لن يتم القبض عليهم بلجوئهم إلى مثل هذه الحيل؟ هذه من الأساليب التي يتم تدريبهم عليها من قبل ميليشيات في المنطقة. هذه العناصر الإرهابية وهذا العنصر من خلال معلومات خاصة سبقا تم تدريبهم في معسكرات للتدريب على حروب العصابات، على حروب المدن، على القتال واقتناص رجال الأمن وتصيدهم، على التخفي. هذه كلها تم تدريبهم عليها من قبل هذه يعني الميليشيات الموجودة في المنطقة. أيضا هناك تزويدهم بالمعلومات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أيضا السند واللوجستي والدعم الإعلامي. هذه جزء من هذه المناورات التي يتم من خلالها التخفي وأيضا محاولة أيضا استهداف رجال الأمن عن قرب من خلال التمويه بلبس الملابس العسكرية وأيضا حتى تمويع المواطنين حينما يكونوا طليقين وهاربين من أجهزة الأمن. بالتالي لا يشك فيهم المواطنون من أنهم إرهابيين. هذه من الأساليب التي تستخدم وبالتالي أعتقد لم تعد يعني تساعدهم هذه الحيل في التخفي. طيب برأيك يعني ما هي العوامل التي كشفت زيف الشعارات التي يرفعها أمثال هؤلاء سواء في العوامية أو غيرها وتم فضحهم أمام السعوديين؟ خليني أشير إلى نقطة مهمة خاصة هذه العناصر الإرهابية التي تنشط في العوامية. دائما الوسائل الإعلامية الداعمة لهم تتحدث عن أنهم محتجون، أصحاب مطالب اجتماعية، مناضلون، وأحيانا يقولون مجاهدون، وبالتالي هناك حتى في المفاهيم هذه فيها تناقضات يعني بعضها متضاد لبعض الآخر. لكن حينما ثبت من المواجهات الأمنية أنهم مدربين عسكريا، أنهم يحملون أسلحة، يحملون ذخيرة كبيرة، هذا وجد معه أكثر من 100 ثقة، وبالتالي نحن أمام رجل مدرب على اقتناص رجال أمن واستهدافهم وأيضا يحمل أسلحة قاتلة وأيضا كان يمارس اعتداء على المستوى المجتمعي وليس فقط على اعتداء على رجال الأمن. وبالتالي نحن أمام عصابات إرهابية مزجت ما بين الخلفية الإجرامية وما بين التوظيف الإرهابي الاستياسي لقوة في المنطقة سواء جماعات كحزب الله اللبناني والميليشيات التابعة له في المنطقة وأيضا النظام الإيراني عبر أدرع في المنطقة وعبر التوجيه المباشر والدعم المباشر ما بين الخلايا تنشط في العوامية والخلايا التي تنشط ضد الأمن البحريني. ولكن برأيك يعني إلى أي مدى أصبح المجتمع أكثر وعيا ومحصن كذلك ضد كل هذه الأفكار التي يحاولون إدخالها للمجتمع السعودي؟ خلنا نتحدث بشكل واضح. أعتقد أنه أهلنا والمواطنين في القطيف أخواننا من المذهب الشيعي بدأوا يدركون الآن، البيئة المحلية بدأت تدرك أن هؤلاء خطر على أبنائهم وخطر على مجتمعهم وخطر على وطنهم الذي ينتمون له هؤلاء المواطنين. وبالتالي أصبح هناك رفض لهم بل أن هناك من يعني يتعاون مع رجال الأمن حتى بالمساعدة والإبلاغ عن أبنائهم المنخرطين مع هذه العناصر الإرهابية. وأصبح هناك يعني زاوية ضيقة للمناورة لدى هذه العناصر بخلاف للأسف ما كان يحدث خلال السنوات الماضية. كانت الفسحة أكبر لهم الحركة
لكن هذا الوعي تولد من انهم بدأوا يكتشفون ان هؤلاء يعني يخدمون اجندات خارجيه ضد ابناء حتى الطائفه نفسها، يعني اقتالوا بعض ابناء الطائفه نفسها وتضرروا منهم اكثر. يعني نحن امام عناصر ارهابيه تستهدف اقرب المقربين لهم لتحقيق اهداف واجندات خارجيه. بالفعل كذلك هذا القلاف يعني قام باطلاق النار على المدنيين وقام بالسلب كذلك وتضرر منه المدنيون. شكرا جزيلا على كل حال، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض حمود الزيادي الباحث في شؤون الجماعات الإرهابية، شكرا جزيلا لك.